انت متأكد من اللي عم تحكيه؟ وليش مالك مصدق بقى؟ يعني هي القصة بتفاجئ بس مو كل هالقد. شلون مو كل هالقد؟ امبارح كان عم يفكر انه يهاجر، فجأة صار بده يتزوج؟ لوين بده يهاجر؟ شو بدك بهالحكي انسى. طيب ما زال اخذ قرار الزواج، وين المشكلة؟ يعني يا جلال وين المشكلة؟ المشكلة بالمصاري. ايوه اخي انا بستغني عن 50,000، منيح هيك؟ ممتاز، ما هيك انحلت العمى. الشغلة واقفة على هالكام ليرة اللي معي؟ على الكام ليرة اللي معك؟ لا سيدي، بس انا بدي اخذ من السيد الوالد تحويشة العمر، بيطلع شي 125,000، و50 منك صاروا 175، يعني هذا بصير مبلغ بيقدر يوسف يتحرك فيه على الاقل الامور الضرورية مشان الزواج. يا عمي نيالك يا يوسف، والله لو صحت لأبي لكان جوز 10 مرات. هلا بالله عم تحسده؟ بعدين لك جلال يوسف مين له غيرنا؟ يعني هات اللي مين بده راح يطلب مصاري؟ ويوسف إذا ما أنت ورطته بإيدك هو ما راح يتورط ولا راح تزبط أموره بحياته. معك حق، بس بتعرف يوسف أخذ قرار الزواج بعد قرار الهجرة لحتى يطلع من حالة الأحباط تبعه، بس المشكلة إنه شغله ما عم يمشي وما حدا عم يقدر هذا الشغل، لذلك رح يرجع لحالة الأحباط بعد فترة كتير قصيرة. شو عم تفكر؟ تماما يعني لهلا ما بعرف، بس إلا ما تلتقى. شو رأيك سمعك المعزوفة اللي عم بشتغلها؟ ايه؟